اربع حاجات مهمين جدا لو انت مقبل على البيزنس الجديد او لو انت اوريدي فاتح البيزنس بتاعك. اول حاجه تصحى بدري. الصحيان بدري بيدي اليوم بيطول اليوم بتاعك وممكن يديلك مساحه تنفذ حاجات اكتر. تاني حاجه لازم تلعب شويه رياضه. الرياضه بتعدل الكيمياء بتاعت المخ وبتساعدك على حاجتين، ان يكون مزاجك حلو والعصبيه بتاعتك تقل، لان انت لو فاتح بيزنس الازمات اللي انت بتقابلها كتير ومحتاجه منك صبر وعزيمه وقدره تحمل. تالت حاجه ان احنا نعمل لسته دايما اللي هنخطط لليوم ازاي وننفذ منه ايه ونشوف اخر اليوم احنا نفذنا ايه وما نفذناش ايه. ورابع حاجه وهي الاهم انك تخطط بشكل عام للاسبوع بتاعك. لازم تبقى عارف الانتاجيه بتاعتك في الاسبوع ايه وتحاسب نفسك اخر كل اسبوع.